وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 723 مليار و 968 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 11451 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 2220 نقطة. أيضا امتدت الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 85% ليغلق عند مستوى 3110 نقاط. وللمزيد مشاهدينا من المتابعة والتحليل بينضم إلينا هاتفيا خبيرة الأسواق المالية الأستاذة عصمت ياسين. يعني بعد التحية، كيف تقيمين أداء البورصة والتعاملات خلال اليوم؟ حضرتك على السادة المشاهدين، الحقيقة أن جلسة الأسبوع النهاردة كان النهاردة في تراجع على كلا المؤشرين. ده كان استكمال الحركة الرمزية اللي شفناها منذ تداولات جلسة أمس منتصف الأسبوع. المؤشر الرئيسي بدأ يتراجع بيزيد منطقة الدعم، إغلاقه النهاردة عند منطقة 11451 ممكن إن هي تدينا ممكن إن إحنا نرجع تاني نختبر منطقة 11100 11050. حالا إن إحنا في زر قنش رأي جديد، وده متوقع إن شاء الله بعد عملية تاني الأرباح اللي شاهدناها في عدة كتير متتمين، إن إحنا نرجع نزور منطقة المقاومة عند 11630 11700. ده بالنسبه للمؤشر الرئيسي، وده بيدعمه ان في حركه ايجابيه موجوده على الاسهم القياديه، خاصه البنك التجاري الدولي ان القطاع الاسكان ككل بدات تظهر فيه اخبار ايجابيه، بدات تفتح شهيه المستثمرين وخاصه الزملاء الكبيره ان هم يبتدوا يعملوا مراكز شرائيه اجمالية. مقارنه بنبص على الاسهم المؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه، هنلاقي ان لا زالت الحركه السعريه هابطه بتؤثر عليه تحت ضغط من تعديل، نقدر نقول تعديل مراكز، نقدر نقول بعض تعديلات اللوائح المنظمه للعمل بدات تضغط على بعض المراكز الشرائيه الموجوده انها تحصل فيها اغلاقات، وده شيء طبيعي وموجود مع تغيير اللوائح اللي احنا بنشتغل بيها، لازم بنحصل فيه عرقله هتاخد وقتها ولا تاني يرجع للصعود ويبتدي يكون مراكز شرائيه جديده ان شاء الله. أستاذة عصمت، لو توضح لنا أكثر أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظر حضرتك، وأيضا القطاعات التي حدث فيها تراجع. الحقيقة أهم القطاعات عندنا النهاردة اللي كانت تشهد صعود إيجابي، نقدر نقول إن إحنا كان عندنا القطاع البنكي، عندنا قطاع الموارد الأساسية، طبعا إحنا أغلب الموارد الأساسية بدأت تشهد صعود لأن أساسا الأسعار العالمية ليها بدأت ترتفع، بدأ ينعكس ده على حركة الأسهم. برضو القطاع المصرفي ككل بدأ يشهد زخم شرائي قوي في موسم دلوقتي لتوزيعات الأرباح والكوبونات الخاصة بهذا القطاع، فهذا القطاع بدأ يشهد اهتمام من المستثمر في السوق المصري، وده انعكس على الحركة الإيجابية الموجودة في أسهم القطاع البنكي الموجودة عندنا. كمان قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية برضو شهد النهاردة بعض القوى الشرائية اللي بدأت تتمركز في بعض الأسهم بعينها ذات الأخبار المالية الإيجابية. الخدمات، التعليم، الخدمات الماليه الغير مصرفيه، كل القطاعات اللي بقول لحضرتك عليها دي في وراء الشركات المدرجه فيها اخبار ماليه ايجابيه دفعت بفتح شهيات المستثمرين انهم يبداوا يبنوا فيها مراكز شرائيه فيها، مع يعني بيعملوا شيء تحويل للسيوله من الاسهم المضاربيه اللي كانت اخذة اهتمام كبير قوي خلال الفتره اللي فاتت، بدات انها ترجع تاني تتجه للاسهم القياديه في المؤشر الرئيسي. لكن قصاد القطاعات اللي شهدت الصعود القوي ده، بدانا نشوف برضه عندنا قطاع العقارات بعد ما كان شايف صعود قوي قوي خلال الفتره اللي فاتت بدا يظهر فيه عمليات جني ارباح، ما اقدرش اقول ان ده هبوط عنيف، قطاع العقارات بالذات لان برضه لا زال يحمل اخبار ايجابيه قويه، فانا اقدر اقول ان هو بنعمل فيه حمايه للارباح وجني ارباح واستراحه علشان نبتدي ناخد حركه سعريه جديده صاعده في معظم الاسهم اللي بتشهد اخبار ايجابيه، وفعلا الحركه الفنيه في حركه السعر ايجابيه خلال هذه الفتره. كمان عندنا قطاع السياحه، قطاع السياحه كان بيشهد زخم وحركه نشاط واضحه جدا، ده كان بيعكس كمان الاداء الايجابي لقطاع السياحه ككل في مصر، ان ده إن احنا شفناه على فكره، انا عايز اقول ان احنا شفنا النشاط في قطاع السياحه في الاسهم في قطاع السياحه في البورصه قبل ما نعرف بالافتتاحات اللي كانت موجوده في الاقصر واسوان، عشان نقدر نقول برضو ان لا زالت البورصه بتكون سابقه للاخبار وبتكون
بتعكس الحركة الحقيقية في الشارع الاقتصادي. قطاع السياحة كان بيشهد نشاط واضح خلال الفترة اللي فاتت. أقدر أقول لك النهاردة التراجع اللي فيه مش تراجع عنيف، لا هو جني أرباح طبيعي جدا وصحي بعد ما معظم الأسهم هذا القطاع شهدت اختبار وتجربة على مناطق المقاومة الرئيسية فيها. طب توقعات حضرتك للسوق خلال الجلسات القادمة؟ زي ما حضرتك ذكرتي يعني دائما البورصة بيكون ليها الصدارة في هذه التوقعات. حقيقي حقيقي احنا طبعا احنا خلاص كل سنه وحضراتكم طيبين، هي مع شاء بعض الجلسات القليله وينتهي العام. احنا متوقعين ان نفضل الحركه السعريه المتباينه لان لا زالت في بعض الصناديق الاستثمار والمؤسسات بتعمل عمليه جني ارباح عشان تقدر تحقق الارباح بتاعتها السائله، فبيكون في كاش اكتر في المحافظ. هنبتدي على اخر اسبوع في السنه هنبتدي نشوف ان في قوى شرائيه دخلت عشان يبدوا مراكز شرائيه جديده للربع الاول من عام 2022. ده هيخلينا ان احنا ان شاء الله نبتدي ناخد حركه سعريه اقوى الفتره الجايه. لكن اللي انا عايزه اقوله للمستثمر العادي مش عايزين يكون في قلق ولا خوف ولا بانيك ولا طمع، يعني السهم اللي يقدر يحقق فيه نسبه ربح اوكي نقدر نعمل فيه عمليه جني ارباح ونبتدي ندخل مع اول حركه سعريه جديده علشان تفضل البورصه تكون صحيه وتكون عاكسه بصدق لحركه الاقتصاد والنشاط الاقتصادي الموجود في البلد. خبيره الاسواق الماليه الاستاذه عصمت ياسين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.